أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. ما يزال أكثر من 400 ألف نازح يمنعون من العودة إلى مدنهم بقرار من الميليشيات التي تستولي عليها، وأبرزها مدينة جرف الصخر شمال بابل التي تسيطر عليها ميليشيات عدة أبرزها حزب الله والنجباء والعصائب وجند الإمام منذ نهاية عام 2014، إلى جانب بلدات أخرى أهمها العوجة ويثرب وعزيز بلد وقرى الطوز وقرى مكحول في محافظة صلاح الدين والعواسات وذراع دجلة وجزء من منطقة الثرثار ومجمع الفوسفات في محافظة الأنبار، وكذلك قرى المقدادية وحوض العظام شمال شرق محافظة ديالى، إلى جانب قرى ومناطق عديدة في محافظة نينوى تقع على مقربة من الحدود مع سوريا أبرزها ربيعة وقرى سنجار العربية. ويسكن هؤلاء المهجرون قصرا في مخيمات لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة في ظل إهمال حكومي متعمد لمأساتهم. ومن بين هذه المخيمات التي يعاني قاطنوها هو مخيم عامرية الفلوجة. دعونا نستمع لشهادة نسوة نازحات من هناك حيث طالبنا بتوفير أبسط مقومات الحياة في المقطع التالي المتداول على منصات التواصل الاجتماعي. أناشيد الخيرين عندهم غير عليهم يشوفون حالتنا. نعم. احنا النساء مش ما حد يذكرنا. نعم. لا ملبس لا برداءات لا بشاديش لا تكرم حتى احدي هذا اللي ما عندنا. نعم. وريش في اقماصل والله من الزباله جاع نجين من نلبس كبيركم الله وين الخيرين عرضهم يعني شوف حيل العرض طالي عليهم ما عندنا لا حول ولا قوه الا نروح نجدي نقول لكم الا نروح نجدي فيك يا انا ما عندنا لا حظ ولا بخت الله يشهد علينا لا كل شيء ما عندنا من الزباله جاع لنا ونلبس انت وطيت الحليب الله يشهد ما اقدر علينا هسه يعني محتاجه طهور مجتهد ما اقدر اروح اطهر للمجمع لا اله الا الله وعنده فتحه ولازم ما يبكي فردنا فتحه الله يشهد ان شاء الله ان شاء الله يدعي شيء اصلا. وفقمت الاجواء البارده والامطار الاخيره من معاناه النازحين لا سيما النساء منهم ممن تركوا أو تركوا دون معيل بعد تغييب ذويهم قسرا واختطافهم على يد الميليشيات. ونشد نسوة النازحات في مخيمات النزوح في الأنبار أهل الخير لمد يد العون لهم ونجدتهم بما تجود أنفسهم من مواد إغاثية لتفادي الضرر الكبير عليهم من جراء الأمطار ودرجات الحرارة المنخفضة. دعونا نشاهد قبل استعراض تعليقات الجمهور العراقي على منصات التواصل. أنا أهل الرحم أهل الغيرة أهل الشرف أهل الناموس يجي يشوفون حالتنا البرق الأكل عفناه الجوع عفناه المرض حتى المرض صار بينا مرض عفناه قتلنا البرد يا أهل الغيرة يا أهل الشرف يا أهل الناموس تجون على حالتنا أريد منكم نفر أريد وينكم يا أهل الطيبين كثيرين هواية طيبين يا أهل الرحم وينكم يا أهل الله تجون تشوفون حالتنا من مخيم العامرية مخيم النصير حيل حيل حالته تعبانة متنا برد متنا فردنا من البرد لا فراش عندنا لا نفط عندنا لا صوبات عندنا وينكم توجهون على مخيم النصير وينكم يا أهل الرحم يا أهل الغيرة وشكرا يلا يمونة يلا يمونة يمونة. أنا من مخيم العامرية نازحة من القائم وحالتنا والله تعبانة فد مرة وعندي 4 أطفال أيتام وأني أرملة ولد اخوي اثنينهم ايتام يمي وحالتنا فد مره تعبانه والله بردانين برد ما يعني شديد تجي الكهرباء بتبينا نروح ما تجي الكهرباء ما يعني بردانين فد مره يعني وقطع ما عندنا وفراش ما عندنا وحالتنا فد مره تعبانه وجزاكم الله خير اتجهوا علينا اتجهوا علينا اهل اهل الغيره يا اهل الناموس يا اهل العده غيره نرجو منهم انهم يلتفتون على اليتامه يلتفتون على رامل يشوفون حالتنا شلون حالتنا تعبانه لا فراش لا صوبات لا نفط لا اي شيء.
دعونا نتابع تفاعل العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي مع هذه المقاطع. سمير عمر الطائي يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. يقول: اللهم الطف بهم وأعنهم وفرج عنا وعنهم، اللهم آمين. على علي الفقير يقول: اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربنا يسترها عليهم ويفرج همهم ويفك ربهم. أم جلال كذلك تقول: حسبي الله ونعم الوكيل في من سبب في تشريدهم. يقول: اللهم فرجك لكل المهجرين يا رب. أبو مصطفى يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، يا رب رحمتك لأن انقطعت الرحمة من قلوب المسؤولين. معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. أخي عبد الرزاق، يعني منذ عام 2014 نحو 400 ألف نازح لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم، هل يعقل بأن كل الحكومات التي توالت على حكم العراق خلال هذه الفترة لا تستطيع حل هذا الملف الإنساني ووضع حد له؟ أرحب بك أخي عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك دكتور عمر. احنا البارحة شفنا المأساة اللي حلت أخوتنا تركيا وسوريا، ما أتمنى لهم هذا المصاب الجلل. فإحنا بالوقت نفسه أيضا يعني نشكر الجهود اللي بذلت من الحكومة العراقية لتقديم المساعدات للمصابين بسوريا وتركيا. لكنه عندنا مثل يقول: اللي يحل للبيت يحرم على الجانب. فكان الأولى، ويعني احنا عندنا مأساة وابناء وطننا وابناء جلدتنا النازحين، يعني توفير كل الخدمات لهم، والخدمات هي اعادتهم لمناطقهم. الى متى احنا اذا نريد نبني بلد ونبني وطن، يعني وابناء البلد وابناء الوطن مشردين، ما نقدر نبني بلدنا، ما نقدر نعمر بلدنا. فعلينا ان نتنافس الجراح وننسى الماضي ونعيد لحمه المجتمع العراقي. يعني عيب ابناء المجتمع ابناء البلد مشردين نازحين مهجرين بهالبريد وبصر بالحار، يعني عيب. هذه عيب على الدوله أن تحكم ضميرها، أن تراعي الناس كلهم هم أبنائها. إذا كانت عندنا دولة حريصة على البلد، حريصة على سمعة البلد، أن تحتضن أبنائها. أن تتناسى الطائفية، وأن تكون يعني باسم حقيقي هي دولة. الدولة هي يعني تحتضن لكل العراقيين أبنائها. كل العراقيين. فما يصير الدولة تتعامل بالطائفية وهالمسميات هذه، لأنه هذه يعني من جاي نشوف احنا كنا نتألم دكتور عمر. يعني هذه مو مسألة هينة وبسيطة على كل عراقي، من يشوف أهله وعرضه ممتهك بالبراري وبالبريد وبالهذي، والناس جاي تعاني. فصعب على كل عراقي. فاللي نرجوه من الحكومة مالتنا من الدولة مالتنا أن تعيد النظر، أن تحتضن أبناء البلد، وان تتناسى الماضي ونعيد بلدنا من جديد. ما يصير هيك. الى متى تبقى الناس هذه بالمأساة وبالمعاناة هذه؟ يوم يومين سنة سنتين مكافئات. فنسأل الله ان يفك ربهم. آمين, امين امين امين. انا اشكرك اخي عبد الرزاق من بابل كان معنا. دعونا نذهب ونسلط الضوء على الملف الصحي، كما تداول عراقيون بعض المقاطع التي توضح ما يعاني هذا القطاع، حيث يعاني قطاع الصحة في العراق حاله كحال باقي القطاعات الحيوية من الفساد وسوء الإدارة طوال العقدين الأخيرين، إذ أضحت صور الفوضى في ردهات المستشفيات وانعدام النظافة، مشهدا مألوفا في مختلف المستشفيات بسبب غياب المتابعة. حيث تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في العراق صورا من المستشفى الجمهوري في بابل تظهر حالة الفوضى في ردهات العمليات وسط مخاوف من انتقال الأمراض بسبب غياب أدنى متطلبات النظافة. دعونا نشاهد هذه الصور. Yeah.
النظافة ليس في قاموس هذه الردهة. ومن مظاهر الفشل وصوره الأبرز غياب العلاجات والمستلزمات الطبية في معظم المستشفيات، الأمر الذي يدفع ذوي المرضى إلى تأمينها من خارج المستشفيات بأسعار باهظة عند مراجعتهم للعلاج. دعونا نستمع إلى شهادة مواطن عراقي نقل ابنته إلى مستشفى المرجان في بابل للعلاج وما حصل معه هناك، فنتابع. اليوم أنا داخل مستشفى مرجان، جبت عندي بنتي طلعتها بسمار بأصبعها، وديتها للطبيب اللي موجود هو داخل الاستشارية في مدينة مرجان الطبية في محافظة بابل، خلي يسمع السيد وزير الصحة. طبعا دخلت إلى مرجان ودخلت إلى الدكتور اللي هو مختص بالجلدية ويا ولدي يعمل أيضا، فقلت له دكتور بس باوع لي هاي الحالة، باوعها قال لي نعم هذا بسمار يراد له هسه ننظفه وينتهي الموضوع. فدار وجهه على الولد، قال له ابو فاطمه الولد اللي يشتغل وياه اللي عنده، قال له ابو فاطمه هذا حال، قال له والله دكتور انا ما عندي لا بنج ولا عندي قزوز ولا عندي بلاستر، كل شيء ما عندنا. يعني انا اسال سؤال، انت يا وزير الصحه من رحت وطلعت بالفيديو، وانت يا رئيس الوزراء من طلعت وكانه انت ما تدري بالعراق الصاير، يعني بشرفكم مستشفيات ما بيها لا يود ولا بيها بنج ولا بيها كذا. قلت له الدكتور، قلت له الحل، قال اخوي الحل بكيفك، انت تريد تطلع برا تسويها براحتك، تريد تظن في الشهر بلكه الله اسبوعين ثلاث اسابيع تجي المواد وتعال انها لبيك. يعني اكو هيك والله حكي، اكو هيك منطق؟ يعني انا بنتي قاعد اصبعها قاعد يذب دم ومتعلمه من هذا البسمار اللي صاير ايش قده، ها يعني تطلع برا زين، انا مثلا اقدر اروح الطبيب خارج المستشفى، الناس اللي ما عندها شلون؟ نبقى مع القطاع الصحي، ومن بابل الى ذي قار وتحديدا في قضاء الشطرة، اذ اظهر مقطع مصور متداول من هناك مواطنا وهو ينتقد إدارة مستشفى الشطرة بعد ان طلبت منه توفير مستلزمات طبية من الصيدلية المجاورة للمستشفى في سابقة لم تشهدها المستشفيات حتى في زمن الحصار كما يقول عراقيون، حينما كانت تتكفل المستشفيات الحكومية بتوفير المستلزمات الطبية الخاصة بالأطباء لعلاج المرضى، فنشاهد داخل المستشفى شوفوا الصيدلية من المستشفى تذبح بالقطنة، ما عندهم ماسك يشتريه من جا من برا، ماسك من برا، وهذا المستشفى هسه من تنشر عليهم منشور يقولوا لك شنو موجود ويوفروا لك اياه ويطلعوا لك كذاب. هذا الحجي وانا هاي الصيدليه ماسك من برا نشتري، والله عاد شوفوا ماسك من برا نوعوا ليه مستشفى ما بي ماسك. تفاعل عراقيون كثر مع هذه المقاطع التي تبين جانبا من واقع القطاع الصحي. أبو شاهين يقول إيه والله صدق كلامك، حتى أنا من رحت قالوا ما عدنا وحشيت عليهم وطلعت. أما أحمد الزيدي فيقول لا صحة لا تعليم لا صناعة، دمروا البلد، يقول حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. علاء فاضل يقول الله وكيلك، اليوم دخلت المستشفى ابني، دخلت ابني بأبو صفار عود، سووا لي دخولية بالخدج، لقيت يخلون كل اثنين داخل كبسولة مال أبو صفار، حتى الله ما يقبل بهيج، يقول خليت وطلعت والعلاج على كلامك كله جبته من برا. أثير عزيز يقول إيه والله قبل فترة هم نفس الشيء يقولون ما عندنا، الأطفال مختنقة وعدهم ماسك واحد مخلينا من مريض إلى مريض. معنا اتصال صباح من بغداد، أرحب بك معنا صباح. صباح، كيف تقيم واقع القطاع الصحي في العراق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا ينقي منصب الوزير الصحة إلى حزب ويتابع مرات إلى حشد ميليشيات، يعني نتائج هاي تكون، يعني كل الوزراء اللي جم استلموا هذا منصب وزارة الصحة ما اشتغلهم بأمانة نهائيا، لأن مسنودين من أحزاب ومسنودين من ناس تحميهم إذا سرقهم إذا 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 صار عندهم اختلاسات وغيره. فأحنا شفنا عديل حمود من يكرمها الحشد بسيف وكرمها بدرع وغيره، لكن شنو أنت إنجازاتك يا عديلة وغيرها والقبل عديلة والبعد عديلة؟ لزمهم مليارات الدولارات، وشوف إحنا
الخدمات بالمستشفيات اللي بناها النظام السابق، وما عندهم اي مستشفى بنوها نموذجيه نفتخر بها سواء بالمحافظات او بالعاصمه بغداد. كل انجاز ما عندهم، يعني المستشفيات اليرموك وغيرها وبابل وبالانبار وبالبصرة كلها يرتى لها، يعني لا أدوية موجودة عندهم، لا خدمات، لا حتى العمليات، ما حد يقدر يسوي عملية داخل المستشفى. زين هسه أنت تعرف لكل وزارة لها مخصصات، والمخصصات يعني طبعا ميزانية مخصصات كبيرة جدا، يعني الموضوع ليس نقص في الأموال، ليش ما تتوفر أدوية ومستلزمات؟ زين والنظافة، موضوع النظافة، النظافة أيضا أكو إحنا عمال نظافة موجودين نعم. بكل المستشفيات ويأخذون رواتب، ليش ما مدير العام أو مدير المستشفى يحاسبهم أو مدراء الأقسام الموجودين مستشفى المستشفيات الحكومية يحاسبهم على يعني النظافة. السوداني لما زار أحد المستشفيات أول ما استلم الحكومة وراح قال وشاف الوضعية قال الله لا يوفقني. هي طبعا الله ما راح يوفقهم على هيك عمل، وتشوف الدوائر الصحه كلها مهمله، وتشوف كل الدرجات العليا في وزاره الصحه من وكلاء وزاره الى مدراء عامين الصحه في بغداد الكرك والرصافه او المحافظات، كلهم ناس تابعين الى احزاب ويسرقون بكيفهم، ما حد يحاسبهم. المفتشيه وين دورها بالمستشفى بالوزاره الصحه؟ ماكو اي شيء. الرقابه وينها؟ الدكاترة كل العقول اللي عندنا والشهادات العليا بوزارة الصحة كلهم هاجروا، بقم كلهم ناس دول جاي يطبقون وما عندهم أي خبرة في إجراء عمليات أو فحص دقيق أو مستشفيات أكو مختبرات دقيقة. الصيدليات اللي تابعة لوزارة الصحة بالمستشفيات وينها؟ وين اللي جاي يستوردون الأدوية؟ الأدوية المفروض غير صيدلية المستشفى، المفروض كل الأدوية موجودة عندها، لكن هم متعمدين على إخلاء الصيدليات اللي تابعة للمستشفيات داخل المستشفى في سبيل يجبرون المواطن والمريض أن يشتري من المستشفى المقابل اللي هم متفقين وياها، وبالأساس هو مباعد العلاج للمستشفى الأهلي الصيدلية الأهلي. إذا اتفاق هذا فساد متفق عليه، لا حد يقدر يحاسبهم، لا قضاء لا مفتشية لا نزاهة، ما حد يقدر يحاسب وزارة الصحة، لأن وزارة الصحة معروفة إلى هيئة الحشد وللصدر وغيره، ما حد يقدر يحاسبهم، ناس فاسدين وخارجين عن القانون. يعني هذول راح ينهضون بوزارة الصحة وقطاع الصحة أبدا. يعني ما عندهم الخبرة ولا عندهم الوطنية ولا عندهم يعني الشرف يعملون بشرف لا الوزير صباح من ولا وكلاء الوزارة. كان معنا أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل أبو عبد الله ورحب بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ العزيز. أنا أيد الأخ صباح حتى على كلامها. نعم، لأن أكو مستشفيات نتيجة قيسة الجهاز يشد اليوم مرة أسبوع يقول لك عطل. يعني شلون يعطل جهاز الأشعة؟ شلون يعطل جهاز الإيكو أو غير الإيكو؟ هذين الأجهزة ما كل لل نعم للأمراض، فحص الأمراض شلون تعطل؟ زين ليش برا ما يعطل بل 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 بالخارجي؟ زين يعني الهدف حتى يجبروك، الهدف حتى يجبروك تروح يجبرون الواحد برا. صحيح، يعني هناك صحيح. تقارير أبو عبد الله تتحدث عن يعني هناك تعاون ما بين المستشفيات أو بعض العاملين في المستشفيات مع بعض الصيدليات حتى يجبرون المريض يروح يشتري الدواء من الصيدلية الفلانية. صحيح، وحتى من تيجي القيس أستاذ العزيز. نعم، صار هذا التعيين بالفلوس، صار بفلوس يتعين على الصحة. يعني من تيجي الطب على يعني مركز صحي بسيط. نعم، تلقى البشرة اللي هاي تجي هاب موظف 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 ما شنو؟ يعني هو كل شهادة ما عنده، خريج ابتدائية. نعم، أو خريج أي قسم غير يعني مو اختصاصه بالمستشفى، وأنت جايبه مخليه بالمستشفى ما شنو؟ يعني وزير الصحة يعني شنو نايم؟ نعم. يعني إذا نايم وزير الصحة كل واحد صحي يقول لك أجل صحة، بس يا عمي هو الفساد من الراس ونزل لجوه. يعني أنت ما تجي تقيس دوائر الدولة كلها محاصصة، من تحكي ويا مدير أو غير مدير ماسكو رأسا يرتكب عليك، وعندك شهود أشهود رأسا موجودين يقول لك أحلف. نعم، المهم بس يضع عليه المدير ماله. أنت تشوف تركيا شلون الله 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 شوف سبحان الله يا ربي الله الله يشافي الجرحى. نعم، والله يرحم الأموات إن شاء الله. يعني شوف هاي رب العالمين عقله، شوف هاي قدرة رب العالمين، ومحنا راح تقوم الساعة من ورا هيك عمل ترى يا أخي. يعني المريض وين يروح؟ وين يطلع وجهه؟ ليه خلينا نرجع قبل 2003؟ ليش؟ يعني ما كانت صيدليات هالقد، ولا كانت دكاترة برا هالقد. زين كان دواء موجود، كثير شغلات كانت موجودة قبل 2003 رغم حصار. نعم، حصار
دواء موجود، دواء موجود، دواء مزمنه موجود. يعني من تجي تقيس هسه يقول لك الدولار الدولار راح يطلع برا الموضوع، دولار دولار. اشوف ذاك الوقت ما حد عرف الدولار رغم العمله طبع. وكان الوضع الوضع ماشي. وضع صناعه ماشي، وضع زراعه ماشي، التعليم ارقى تعليم، هسه صارت كليات اهليه، مدارس اهليه، زين شلون هاي؟ يعني ما تدري ليش يجون المدارس الاهليه؟ يعني شلون جابوا هم من مدارس اهليه وكليات اهليه شاهد من برا؟ انت لو تجي تقيسهم ماكو. نعم. وتجي تتبع عليهم شايلهم كل اشتروها بفلوس وبفلوس العراقيين. نعم. يا عمي هذا يطلع ابو الله لي يوفقني، ابو الله لي يوفقك، وطلعوا لك هسه مستشفى قدامك، وين انت؟ يا ابو الله لي يوفقك، الله لي يرزقك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله بزلزال ان شاء الله مثل ما تركي ويمرضكم ان شاء الله. نسال الله العفو والعافيه ابو عبد الله، لا ندعي على انفسنا. انا اشكرك ابو عبد الله من صلاح الدين، كان معنا، مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه وملفات اخرى سوف نناقشها معكم، ولكن بعد هذا الفاصل. ما الذي تحقق بعد 100 يوم على تسنم السودان رئاسة الحكومة في العراق؟ كيف يمكن للسودان محاربة الفساد وهو الذي أفرج عن الذين سرقوا المال العام؟ وهل يمكن معالجة الأزمات في العراق في ظل بقاء الأحزاب وميليشياتها ضمن العملية السياسية؟ أسئلة نطرحها في حلقة منبر الرافدين لهذا الأسبوع بعنوان 100 يوم على حكومة السودان، ما الذي تحقق؟ أهلا بكم من جديد. جدد المتقاعدون المدنيون والعسكريون في العراق تظاهراتهم أمام مبنى مجلس الوزراء في العاصمة بغداد، وذلك للمطالبة بتعديل قانون التقاعد وزيادة رواتبهم التي فقدت قيمتها الشرائية بسبب الإجراءات الحكومية التي عملت على خفض العملة المحلية أمام الدولار إلى جانب ارتفاع نسبة التضخم، فيما طلب آخرون بإنصاف المتقاعدين الذين تم إحالتهم إلى التقاعد منذ عدة سنوات ولم يتم منحهم أي راتب، بالإضافة إلى تأخير صرف الرواتب لعدة أيام. وناشد المتقاعدون المنظمات الحقوقية بالتدخل لإيجاد حل لأزمة المتقاعدين الذين يخرجون بين فترة وأخرى بتظاهرة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم، فيما تحدث متقاعدون عن بعض من أحيلوا إلى التقاعد برواتب قليلة جدا، ومنهم ضباط وأساتذة جامعات لا تتجاوز رواتبهم إلى الآن 500,000 دينار عراقي، ناهيك عن أن البعض منهم لم يتمكنوا من إكمال معاملاتهم التقاعدية بسبب الروتين ووضع العراقيل. وأفاد المتقاعدون من كبار السن بأن الرواتب الممنوحة لا تكفي لتكاليف العلاج
وعبر آخرون عن وجود تمييز كبير بين المتقاعدين في اختلاف الرواتب وبعض الامتيازات. دعونا نشاهد معا جانبا من تظاهراتهم من أمام مبنى مجلس الوزراء في بغداد. وفي غضون ذلك تتواصل التحركات داخل البرلمان لإجراء تعديلات على قانون زيادة رواتب المتقاعدين من دون أن تخلو من دوافع سياسية وصفقات بين الأحزاب والقوى السياسية. وقالت مصادر برلمانية بأن رواتب المتقاعدين تحتاج إلى أكثر من تريليون دينار عراقي في حال زيادتها، نظرا لوجود أكثر من 3 ملايين متقاعد في عموم البلد. وأضافت المصادر بأن الحديث عن تعديلها يدور حاليا في كواليس وأروقة السياسيين لكسب ود الشارع بدورهم. ذكر المتقاعدون المشاركون في تظاهراتهم اليوم في بغداد بوعود محمد الشياع السوداني حينما كان نائبا وتبنيه لقضيتهم سابقا قبل أن يتخلى عن وعوده التي قدمها لهم بمجرد استلامه لرئاسة الوزراء كما قالوا. فلنشاهد. شوف يا محمد الشياع، يا محمد الشياع، يا محمد الشياع السوداني، هذا الكتاب اللي أنا كنت أحكي وياك، من كنت نائب وصرحت وقلت رفع لك كتاب لمجلس الوزراء، هذا الكتاب مالك من مجلس الوزراء. وين الوعود؟ وين صرتوا؟ وين جيتوا؟ هاي قعدتوا بس على الكراسي وبعد ماكو نهاين، قعدتوا على الكراسي وماكو كلمة. تفاعل عراقيون مع فئة المتقاعدين، ومنهم من علق وقال كأبو أحمد الخفاجي يقول: وين السوداني؟ خلي يطلع يشوف أهل الشيب البيضاء، مو بس يهرب الدولار لإيران. أبو محمد يقول: إلى متى يبقى المتقاعد مظلوم تحت مظلة هذه الحكومات؟ يقول: كافي، مدمرتونا، خليتوا المتقاعد يجدي بالشوارع. حميد الفهد الزوبعي يقول: مجلس النواب لا حس ولا نس، وكأنما هم في وادي والشعب في وادي آخر. تعليق آخر من عابد العراقي يقول: المتقاعدون هم المتضررون في هذا الزمن الغادر، زمن الفساد وسرقة المال العام، يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. معنا اتصال أبو عمر من العاصمة بغداد. أبو عمر، شريحة المتقاعدين من الفئات المدنية والعسكرية شكون من قلة الرواتب، يعني هل يعقل بأن سنوات من الخدمة يقضيها هذا الموظف أو ذاك وبالأخير يطلع له براتب ما يكفي يمكن 10 أيام إذا مو أسبوع؟ ليش ما يوضع لهم زيادة رواتب مثل ما شاء الله متنعمين الجماعة بالمخصصات والامتيازات؟ ورحب بك معنا في البداية أستاذ عمر، حياك الله وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. يا هلا بيك أستاذ عمر. إحنا نعرف القيادة بكل العالم من تكون دولة وتكون أهل قيادة ويكون إلها يعني مخصصات للمتقاعدين أو وظائف، هاي المفروض الحكومة أن تكون يعني جادة بعملها وجادة بوزرائها وجادة الناس المخصصين إلها. يعني إحنا العراق من 2003 لحد الآن
يعني عندنا غلاء، عندنا وزارات الصحه كلها فشل، ماكو بيها ادويه وماكو بيها علاجات، وعندنا وزاره التربيه ايضا كلها تدريس خارجي وكلها مدارس اهليه صارت، وعندنا لا بناء تحتيه صارت عندنا، ولا عندنا بيوت انه ناس المواطن انه يسكن بها، كلها الناس بالايجارات والعشوائيات قاعدين. كل هاي الامور والمواطن انخدم يعني الدوله وقدر الدوله وصار الى فد مكانه، بالتالي يكون الى راتب 500,000 او 400,000، كيف يكون يعني يوصل هاي هذا المبلغ 500 و400 راس الشهر؟ احنا على قولتنا احنا راخين، ما يوصل غير 5 ايام او 10 ايام، يعني اذا كان عنده اولاده بالمدرسه ماكو انه الى كتب، ماكو الى قرطاسيه، ماكو الى ملتزمات انه يكون الى حاله دراسيه طالب يتخرج من عنده ويكمل، كيف انه يكفي الى 400,000 او 500,000 وهو مسؤول عن افراد اسرته يعني 3 نفرات او 4 نفرات؟ اذا قاعد بايجار هم يكفي، واذا قاعد انه كان اموره اللي كانت في السابق كانت زينه اصبح المواطن في هذا الوقت يعني أسوأ الاحوال من غير نواب البرلمان المفترض انه يعني يشرعون قانون لسلم الرواتب، لموضوع المتقاعدين، زياده رواتبهم، لو شنو كل هاي السنوات؟ استاذ عمر احنا قلت لك لو اكو اداره صحيحه المفروض يعني ال 400 بهذا الوقت ما تكفي، ال 500 ما تكفي، لان الوقت عندنا غالي يعني غالي صار، الاسواق حار يعني بغلاء، عندنا العيادات الدكاتره كلها يعني اقل دكتور ياخذ الكشفيته 50,000 واقل علاج 150، ناهيك عن التحاليل، ناهيك عن السونار، ناهيك عن امور اخرى. يعني المفروض يعني يقارنون ما بين الوقت اللي قاعد يعيش المواطن والوقت الغلاء اللي قاعد يتقدم الحكومه انه 400,000، زين هم بياخذون رواتب كلها 30 مليون و40 مليون ويبيعون ما يتكافى، فهذا يعتبر ظلم للشعب العراقي. واني اشكرك ابو عمر من بغداد، كان معنا ابو زهير من سامراء، ارحب بك معنا ابو زهير، تفضل. مرحبا، شلونك؟ اهلا وسهلا، يا اهلا بك، حياك الله. شكرا على البرنامج الشيق. الله يبارك فيك، الله يحفظك. الصحة والعافية والتوفيق. الله يخليك. أنا من سامرة. حياك الله، يا أهلا بك. هذول حفرة يسوون مجاري صار سنتين. نعم. أكو بس دمروا كل الشوارع، نخلوا شارع. نعم. ما دمروه، نخلوا شيء يعني ولا يشتغلون أبد. يعني حفرة وراحوا لو شنو؟ ايش ما يشتغلون، بس خالين السفرات والهذا بالشوارع. نعم. وعايش فيها والحفر والنقر. نعم. وهاي الامطار والقيام ما يدخل سامره ملي. الله يعينكم. هذا سدين كلش ما سوى ولا بلطم شارع. زين ما تسالون مدير بلديه، قيم مقام، موظف هناك؟ شنو ردهم؟ شو يقولون؟ شركه من دول الحشاشات الحراميه من السالف. نعم. وانطوهم اياها وكل واحد اخذ حصنا من دول سامره المسؤولين. نعم. يا ريت ابو زهير اذا تقدر تصور لنا موبايلك ودزناه على رقم انت ترى. يعني الشوارع اذا والله تقدر. والله ما اعرف اذا تقدر. نعم. ما اعرف والله. انت ما يعني تخاطبون بيت سامره محمد صلاح الدين. نعم. الله يبارك فيك. الله يسلمك ابو زهير. يعني ننقل هذه المناشده من ابو زهير من سامراء. ما اعرف. نعم. انا اشكرك ابو زهير. يعني احنا قبل تقريبا اسبوعين او ثلاثه كان هناك مقطع عندما هطلت الأمطار بغزارة من سامراء، وكان اللي صوره وصفها بمدينة منكوبة، وبالفعل شاهدنا كانت صور مأساوية. فهذه رسالة إلى المسؤولين في سامراء حتى يشوفون حل. يعني الرجل ده يقول لك صار لهم سنتين حافرين الشوارع وعايفينهم وماشين، يعني أنت من حفرت غير تكمل شغلك أو اتركه خليه على وضع السابق. يعني هاي معاناة الناس إلى متى تنتهي؟ 20 سنة ونفس الحالة. طبعا هذا الكلام لا يقتصر على مدينة سامراء في صلاح الدين، ولكن على العديد من المدن في العراق. موضوع المشاريع اللي تطول سنتين وثلاثة، وأكو مشاريع صار لها 14 و15، بناية مدرسة، بناية مستشفى، على النص، على الربع، وعايفيها وماشين. وبدأ هذا المصطلح يعني ينتشر في العراق
المشاريع المتلكئة في العراق. الله المعين. نذهب إلى ملف آخر وهو ملف غلاء الأسعار، حيث انعكست أزمة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي على بشكل لافت على الأوضاع الاقتصادية في البلاد وقوت المواطن الفقير. وعلى الرغم من اعتماد البنك المركزي اليوم سعر صرف 1300 دينار للدولار الواحد ابتداء من يوم غد في محاولة للسيطرة على التضخم وضبط الأسواق، إلا أن مشاهد طوابير اصطفاف العراقيين للحصول على طبقات البيض التي تباع من قبل وزارة التجارة بأسعار مدعومة تنذر بحجم الكارثة الاقتصادية التي تعيشها الأسرة العراقية بعد الارتفاع الكبير لأسعار السلع ومنها سعر طبقة البيض، حيث استذكر مواطنون عراقيون فترة الحصار الاقتصادي إبان تسعينيات القرن الماضي عند وقوفهم في هذه الطوابير للحصول على البيض والمواد الغذائية الأخرى المدعوم. دعونا نشاهد هذه اللقطات من محافظة البصرة. هذا ما تقوم به وزارة التجارة بمحافظة البصرة ببيع البيض المباشر 5000 إلا ربع لسعر الطبقة الواحدة للمواطن العراقي البصري وحصرا في منطقة القبلة سوق المسطر. نبقى في هذا الملف، حيث وجه الناشط أبو زين العابدين من النجف انتقاده لحكومة السودان بمقطع مصور متداول حول غياب مفردات الحصة التموينية منذ شهرين واقتصارها على مفردات قليلة لا تسد رمق المواطن العراقي ولا تكفي الأسرة الفقيرة بسبب رداءة مفرداتها وقلة كميتها في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تشهدها البلاد. دعونا نشاهد قبل استعراض التعليقات. سيد وزير التجارة ولا رئيس الجمهورية ما أعرف شو اسمه، وإلى محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، وإلى رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني، بشرفكم ببيوتكم تستخدمون هذا اللي بس تفتحت عطر ريحة الناس قامت تبيعه بلاش لو ترانسه، والعائلة الفقيرة مجبورة لو أبو الدخل المحدود يستخدمه وسعد خشبة بلوة تحط لك البيضة تقلي تشوي شو تسوي تسوي البيت يجي في حشا نعمة الله، والتمن مطينا أرداء نوعية صجر تبيعه بربع دينار، الكيلو الزين بألفين وثلاثة آلاف دينار، والدولار بمية وخمسة وسبعين ألف ولبة والله زادت بالخير والبركة حكومة لطار زودوا الوجبة لبة لبة. شنو لبة؟ ما تقولوا لي حمام طيور شلون تنطبخ؟ أنا هسه من النجف أشكال نطبخ معروفين بالأكل، من يطبخ لبة؟ يعني أنتم جملين الشعب من فلوسكم. تفاعل العراقيون مع هذا الملف ومع هذه المقاطع. علي العسكري يقول للأسف هيج يتعامل المواطن العراقي يعامل المواطن العراقي وهي هي حصته تموينيه بسنه 23 يقول لك الله يا الفقير. عباس ابو ناصري يقول والله عيب حكومه غير مهتمه بشعبها، انصفوا الناس كافي فساد وسرقه اموال الشعب. موسى العباس يقول صدق تمن ابو الصجم والعدس اسبوع ما يستوي. معمر الحسناوي يقول غرقونا بالخير وقبض ماكو، واحد أتعس من واحد إلى الله المشتكى. معنا اتصال منعم من بغداد، أرحب بك معي أخي منعم، تفضل. منعم هل تسمعني؟ منعم. كريم من كربلاء اتصال آخر، أرحب بك كريم تفضل. كريم يبدو أننا فقدنا اتصالين من منعم وكريم. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
ما الجديد في إحاطة بلاسخارت الأخيرة عن منظومة الفساد في العراق؟ من الجهات المستفيدة من جعل العراق منهكاً بالفساد؟ وكيف أسهم نظام المحاصصة الفاسد في العراق بتدمير آمال العراقيين وتبديد ثرواتهم؟ هذه المحاور نناقشها في حلقة تحت الضوء المقبلة بعنوان ماذا بعد إحاطة بلاسخارت عن الفساد في العراق؟ أهلا بكم من جديد. طلب خريجو كليات العلوم بتخصيص درجات وظيفية لهم تضمن تعيينهم في موازنة العام الحالي 23، ونشد الخريجون الحكومة بالنظر لقضيتهم كونهم من خريجي المجموعة الطبية التي يفترض أن يجري تعيين خريجيها مركزيا كما يؤكدون. وتفاعل الخريجون على وسم زيادة درجات العلوم يا الحسناوي التي اخترنا منها بعض التغريدات على تويتر. مسلم يقول: زيادة درجات العلوم يا الحسناوي لإنصاف شريحة واسعة من الخريجين الذين عصف بمستقبلهم قانون التعيين المتبع من الحكومة وما يحويه من آلية أقل ما يقال عنها غير منصفة. طبعا هنا يقصدون فيها وزير الصحة. سيف يقول: متضامن مع إخوتنا كليات العلوم والتخصصات الساندة. مسلم يقول: إعطاء الدرجات الكافية لسد حاجة العلوميين كون الدرجات المركزية لا تكفي لتعيين الجميع. مريم تقول: 25,000 درجة وظيفية كلش كافية للمهن الساندة العلوميين. اعتبرونا خريجين كليات أهلية اللي وظفتوهم دفعة واحدة، 45,000 خريج عينتم منهم، لو احنا خريجي الكليات الحكومية من المغضوب عليهم تتساءل. نعم. حصلت قناة الرافدين على لقطات عبر خدمة أنت ترى توثق توافد المواطنين الأتراك وأبناء الجاليات العربية إلى مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركي أفاد في مدينة إسطنبول للتبرع بالمساعدات الإغاثية لمنكوبي الزلزال المدمر جنوبي تركيا. وتوجه المتبرعون إلى مركز إدارة الطوارئ والكوارث التركي أفاد في منطقة بيلكدوزو في إسطنبول لإرسال المساعدات إلى المنكوبين في الولايات التي ضربها الزلزال جنوبي تركيا. دعونا نتابع هذه الصور. هذه هي الصور وصلتنا عبر خدمة أنت ترى، وطبعا في جميع المناطق التركية في إسطنبول، في أنقرة، في المحافظات الأخرى هناك تجمعات وأماكن خصصتها الحكومة التركية والجمعيات ومركز الطوارئ والكوارث للتبرع بالمساعدات، وكذلك فتح خدمة التبرع بالأموال عبر تطبيقات الجمعيات والمنظمات الإنسانية والخيرية. الزلزال يعني مؤلم، حصيلة الضحايا في ارتفاع يعني وصلت إلى أكثر من 5,000 قتيل لغاية الآن في تركيا، وأكثر من 2,000 في سوريا. نسأل الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن ينقذ من هم تحت الأنقاض من الأحياء وأن يشافي الجرحى. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.